الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن مرض تصمغ الأشجار أو الصمة، أسبابه والطريقة الصحيحة لمعالجته. هذا المرض الفطري اللي كيصيب جميع أنواع الأشجار المثمرة وخصوصا اللوزيات، كيصيب جميع أجزاء الشجر، والأخطر عندما يصيب الجذع والفروع، لأنه قد يؤدي إلى موت الشجرة بالكامل. بكثرة نجده في المناطق السفلية للشجرة، ويكون على شكل أصماغ أو أبواب صمغية تشبه إلى حد ما الصمغ العربي، وهو ما نسميه في المغرب العلك. يوجد في جنوب المغرب، يستعمل في الشاي من قبل أهل الصحراء المغربية لتحسين نكهة ومنظر الشاي، ويوجد بكثرة في السودان، وهي أكبر دولة منتجة لهذا الصمغ، غوم أرابيك. له فوائد كثيرة، وبعض الشركات تستعمله في المشروبات الغازية لأن له نكهة جيدة، كذلك يستعمل في مجموعة من المواد المصنعة. وكذلك نجد بعض الأشجار تفرز نوع من الصمغ، وهو له فوائد كثيرة، لكن اليوم نتحدث عن الصمغ المرض الفطري لاغوموز. عندما يخرج الصمغ من الشجرة، يخبرنا الجذع أنه يعاني من مرض فطري، والأسباب هي كالتالي: أولا، الإصابة بالآفات الحشرية، لأن النبات عندما يصاب بالآفات الحشرية كيستخدم آليات الدفاع والمقاومة، وكيفرز المواد الصمغية. هذه المواد كتخرج من الجروح اللي كتسببها هذه الحشرات. ثانيا، الظروف المناخية، أي الحرارة والرطوبة اللي كتؤدي إلى تشقق في الشجرة، وبذلك كتنتج المادة الصمغية. ثالثا، التربة الثقيلة، التربة الطينية السيئة الصرف، أي ما كيكونش فيها الدريناج، وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى الماء الأرضي الموجود في التربة، وهذا كيأثر على الشجرة ويجعلها تنتج المادة الصمغية. السبب الرابع والأخير هو زيادة نسبة الملوحة في التربة. إخواننا الفلاحة، هالتصمغ ما كيحصلش فقط في الجذوع والفروع، بل ممكن يكون كذلك حتى في الثمار، والسبب هو نقص في عنصر البور أو البورون اللي دائما كنتحدثوا على الأهمية الكبرى ديالو، وكذلك بسبب حدوث خلل في الري أو السقي للنبات. بهذه الأسباب كتؤدي إلى وجود بقع مائية تحت التمرة، وكتؤدي إلى انفجار قشرة التمرة، وكتخرج هذه المادة الصمغية منها. والطريقة الصحيحة لمكافحة هذا المرض الفطري: أولا، الوقاية، لأن كما كنقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج. إذا لتجنب الصمغ يجب الشتلات اللي نبغيو نزرعوهم، خصهم يكونوا من مشاتل معتمدة، لأنهم كيكونوا خاليين من الأمراض. كذلك زراعة أصناف تتحمل مرض التصمغ، واتباع ري منتظم، وأفضل ري أو السقي هو السقي بالتنقيط الغوت أغوت، لأن السقي بالرش كينشط تواجد هذا الفطر. ثم عدم الإفراط في التسميد، وكذلك الرش بالمركبات النحاسية والمبيدات الفطرية. ثم تعقيم الجروح اللي كتصيب الشجر بمحلول أو معقم متوفر لديكم كمحلول برمنغانات البوتاسيوم. وأخيرا، تهوية التربة لتخفيفها، وذلك بخدمة التربة الموجودة بالحفرة المحيطة بالشجر. ثم لا ننسى كذلك تعقيم مواد تقليم. إخوانا في اللحة تكلمنا عن الوقاية، والآن سنتحدث عن المعالجة بعجينة البوردو اللي كتكون من كبريتات النحاس مع الجير الحي أو أكسيد الكالسيوم. والمعالجة كتكون في فصل الشتاء، يعني في الأشهر ديال الشتاء، حيث يكون انخفاض في درجة الحرارة، وفيها كتكثر الفطريات. هذه البيئة مناسبة ليشتغل فيها الفطر ويتكاثر. والآن نمر نفسر كيف نحضر عجينة البوردو. نأخذ كمثال 100 لتر من الماء، 50 لتر نخلطها مع 10 كيلو من كبريتات النحاس، و 50 لتر الباقية نخلطها مع 20 كيلو من الجير الحي. نتركه لهم ليوم كامل كي
يدوبوا جيدا ويتجانسوا فيما بينهم. نوجدهم مثلا اليوم والغد عاد باش نستعملوهم، وفي اليوم التالي نأخذ خليط كبريتات النحاس ونخلطوه مع خليط الجير الحي وليس العكس، يعني لا نأخذ الخليط الجير ونضيفه إلى خليط كبريتات النحاس كي لا يحصل ترسب النحاس في أسفل الإناء. من بعد ما نضيف خليط كبريتات النحاس على خليط الجير الحي نخلطهم جيدا كي يكون تجانس بين المكونات ونحصل على واحد الخليط متجانس. قبل ما نوضع الخليط على الشجرة نزيل أولا التصمغات أو الأبواق بواسطة واحد السكين حاد ومعقم محلول متواجد عندكم مثلا كمحلول برمنغانات البوتاسيوم. من بعد ما نزيل القشرة المصابة بالتصمغ نعقم المكان الذي كان فيه التصمغ. ملي كنحيدو القشرة المصابة تحت منها كيبان لينا واحد اللون بني نتيجة تواجد الفطر، لأنه كان كيمنع الأغذية والماء للوصول إلى هذه المنطقة من الشجرة. من بعد ما درنا هذه العملية السابقة نأخذ عجينة البوردو اللي حضرنا وندهن جميع الأجزاء اللي كان بها الصمغ، ومن الأفضل في نظري نقوم بطلق جميع الأجزاء الوقاية من هذا الفطر. وعندما نريد أن ننتقل إلى شجرة أخرى يجب تعقيم السكين. هذا إخواني الفلاحة كل ما يخص المرض الفطري، تصمغ، لاغوموز. شكرا والسلام عليكم.